السلام عليكم ومرحبا بكم في الحصة الخاصة في الدورة التكوينية ساج كونتابتي فيرسيون إيست. دائما في إطار الفورماسيون ديال ساج كونتابتي فيرسيون إيست مع الأخت سلمى من مدينة مراكش، غادي نكملو على الكرياسيون ديال لي كود جورنو. إذن بعد ما شفنا الكرياسيون ديال الجورنال داشا، كما قلنا أن هاد الجورنال داشا فدائما في 12 ديال الشهر، يعني غندير تريتمون جورنو دو سيزي، وغادي تلقاو ان جورنال داشا كيتكون من شهر 1 حتى شهر 12. اذا غادي نكملو على التتمه ديال لي كود جورنو. غادي نشوفو ثاني كود جورنو اللي هو كود جورنو ديال فونت. اذا هنا غادي نديرو الكرياسيون ديال كود جورنو ديال فونت. اذا دائما بالنسبه للكود هو في تي او، دائما كندير نوفو، من بعد كنختار الجورنال ديال الفونت، ثم كندير في تي او. هنا بالنسبه للانتيتيري دائما كندير جورنال فونت، ثم كندير سويف، كندير سويف، ثم كنلقى ان الجورنال ديال الفونت راه تم الكرياسيون ديالو. اذا غندير تريتمون جورنو دو سيزي، وكنلقى ان جورنال ديال الفونت راه تم الكرياسيون ديالو اللي كيبدا من شهر 1 حتى شهر 12. اذا غادي نكمل على الكرياسيون ديال لي كود جورنو. اذا بالنسبه لتيب دو جورنال دائما غنختار تريزوري. هنا دائما غادي نشوف لا بونك اللي فاتحه فيه لا سوسيتي، يا اما الا كان عندنا جوج ديال لا بونك دائما كندير بي كي واحد وكندير بي كي دو. اذا هنا غادي نعتمد على لا بونك وحده اللي هي بي كي واحد. اذا هنا غندير الكود بي كي واحد. بالنسبه لانتيتي غندير جورنال بريد بونك، ثم غندير كولي، ثم كندير سويفون. هنا كيطلبوا ليا الكونت ديال لا بونك. هنا قبل ما نختار لا بونك كندير اون كونتر بارتي، ثم كندير سير لو كونت كونتر بارتي، ثم غادي يا اما كنقلب على الكونت هنايا يا اما كنكتبو، يعني كندير هنايا 51 41. من بعد غادي نكري على هاد المثلث هذا، ها هو غادي يعطيني بونك سولد ديبيتور، ثم غنضغط على سويفون، ثم كنضغط على سويفون، من بعد كنلقى جورنال بريد بونك. اذا هنا غادي نشوفو واش كاين يعني في تريتمون جورنو دو سيزي. اذا هنا غادي نشوف الجورنال ديال لا بونك هو مثل هو كاين هنايا، كيبدا من شهر 1 حتى لشهر 12. اذا دائما غادي نكمل على الكرياسيون ديال لي كود جورنو، غندير نوفو، من بعد غندير جورنال تريزوري، ثم كنمشي للاكسيل غادي نشوف الجورنال ديال لاكيس. إذا بالنسبة للجورنال ديال لاكيس يعني كندير سي أ. بالنسبة لانتيتيري جورنال دو كيس، ثم كندير كوبي، ثم كندير كولي هنايا، ثم كندير سويف. من بعد كيطلبو ليا لاكيس الكونت ديال لاكيس، هنا دائما كندير اون كونتر بارتي دو ريكلومون اونريستري، ثم كندير سير لو كونت دو كونتر بارتي. من بعد غادي نكتب لاكيس هنايا اللي هي 51 61. من بعد كنضغط على هاد المثلث باش يعطيني الكونت ديال لاكيس، ها هو عطاني لاكيس، عطاني لاكيس اجونس ا، لاكيس اجونس بي، ثم عطاني لاكيس. هنا غنضغط على 51 61 اللي هي لتحت، ثم كندير سويفون، ثم كندير سويفون، ها هو تكريا جورنال ديال لاكيس. غادي يبقى ليا الجورنال جينيرال. هاد الجورنال ديال جينيرال غادي يكون فيه مجموعة ديال التفرعات ديال لي جورنال ديال جينيرال اللي كيتكون من لي زودي، يعني دائما غادي نكريو مجموعة ديال لي زودي اللي كتخدم بهم هاد لا سوسيتي. اذا هادي غادي نخليو فيديو بوحدو، غادي نمشيو لسيتياسيون، ثم غادي ندير الكود ديال سيتياسيون اللي هو سي، كندير كوبي، من بعد غندير كولي، لو كود هو سي اي. بالنسبة
جورنال اللي هو جورنال اودي سيتياسيون، بعد غندير كولي بالنسبه لانتيتي. اذا هنا غادي ندير سويفون، ثم غادي ندير سويفون، ثم غندير انيلي، ومن هنا كنكونو كرينا يعني لي جورنال اوكسيليير، جورنال داشا، جورنال بريد بانك، جورنال لاكيس، جورنال اودي سيتياسيون، جورنال ديال الفونت. بالنسبه جورنال جينيرال يعني غادي يكون فيديو ديالو خاص به، حيت غادي يكونوا مجموعه ديال لي جورنال اوكسيليير، ابتداء جورنال ديال اوديتيفيا، وغادي نختتموها يعني بجورنال ديال افونس اي اكونت. من هنا كنكونوا سالينا الحصه ديالنا، ودائما اللي باغي ينخرط معنا في الدوره التكوينيه ديال ساج كونتاكتي نيفو اه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر الواتساب اللي هو 06 70 90 71 81، 06 70 90 71. الديبي ديال الفورماسيون غادي يكون 20/9/2024 لمده ديال دو موا. وبالنسبه للحصص، راه الحصص دائما كنخدمو شاك جور من غير السبت والحد، يعني كتكون الخدمه يوميا يعني باش نتعمقو، وفي نفس الوقت كنعرفو الاساسيات ديال لوكسي ديال سيج كونتاكتي فيرسيون اي 7. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.